يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل إن الله ينزل من علوه إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله، هل يعد هذا الكلام باطلاً أم هو صحيح مع بيان وجه البطلان إن كان باطلاً؟ نحن ما نقول إلا ما جاء فقط، ولم يأتي إن الله ينزل من علوه، ما قال الرسول كذا، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. كلمة ينزل من علوه هذه ثالث تحذف. نعم.